بس ده كان موضوع السوشيال، الفيديو اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا واللي اثار تعاطف ناس كتير قوي للاتجاهين، للزوجه وللحما. نروح نتكلم بقى عن موضوع مهم قوي، ان احنا كمان داخلين على فتره بقى فيها التوتر الليفل بتاعه عالي قوي. احنا مش داخلين، احنا في الفتره دي دلوقتي احنا قاعدين مستنيين نتيجه الثانويه العامه واللي تقريبا ممكن تظهر الخميس اللي جاي او في خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده يعني في اخره. فطبعا الوقت ده توتر كبير قوي قوي، امهات كتير قاعده على اعصابها، وطلبه كتير جدا جدا طبعا طلبه الثانويه العامه كلهم قاعدين على اعصابهم مرعوبين، خايفين من النتيجه وكمان خايفين من رد فعل اهاليهم. لذلك احنا عايزين نتكلم معاكم وعايزين نحذر الاباء والامهات ان خدوا بالكم يا جماعه من الكلام اللي بيتقال يوم النتيجه، علشان الكلام ده دايما بعد النتيجه كده بنسمع ناس فرحانه وناس بتزغرط وناس مبسوطه وبتاع، وناس تانيه زعلانه، ناس تانيه مكتئبه، طلبه قافله على نفسها الباب ومش عايزه تفتح ومش عايزه تشوف حد، وطلبه تانيه انا ما بقولش وما بشجعش وارجوكم فكروا في الكلام اللي بقوله ده 100,000 مره قبل ما تقدموا عليه. في طلبه بتقدم على الانتحار علشان بيشوفوا ان حياتهم خلصت. والله العظيم الحياه ما بتخلص عند الثانويه العامه خالص. عملنا اللي علينا، ذاكرنا، ادينا، اشتغلنا كويس، محلنا في الامتحان ما بخلناش، يبقى خلاص على الله ومستقبلك بين ايد ربنا. خلاص مستقبلك ده هيحصل فيه حاجات كتير حلوه، هيبقى فيه الحلو وهيبقى فيه النص نص، بس هيبقى فيه الحلو. علشان نعرف احنا نتعامل ازاي برضو مع ولادنا، احنا بقى كآباء وامهات نعرف ازاي نتعامل مع ولادنا وانها فعلا مش نهاية العالم بالنسبة لنا وبالنسبة لولادنا، احنا معانا على التليفون دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية عشان نعرف ازاي نتعامل مع الولاد في الفترة دي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك ازيك يا دكتور وليد؟ وبحييكي. اهلا بسيادتك يعني، وبشكرك ان انت اول برنامج يتكلم في الموضوع ده ربنا قبل يخليك. نتيجة الثانوية العامة بوقت كافي، لان ده مهم جدا نعمل تحصين فكري لاولادنا، بالظبط يعمل لهم نوع من الحصانه النفسيه في مواجهه يوم النتيجه بالظبط مهما كانت الدرجه بتاعتهم او اللي هيحصلوا عليها. تحصين ودعم يا دكتور وليد، احنا لازم نحسس ولادنا ان احنا واقفين جنبهم وانه مهما حصل مش هنتخلى عنهم يعني. بالظبط، علشان كده دايما احنا بنبدا بان احنا بنكلم اولياء الامور مش الطلبه. بالظبط، يعني ولي الامر هو اللي ما يبقاش متوتر، ما يخلقش اجواء من التوتر تعمل حمل عصبي وضغط نفسي على اولادنا. يعني المفروض نعمل ايه؟ انا بشوف بعض اولياء الامور من دلوقتي قاعده داخله على جروبات المامز بتتكلم في النتيجه وفي النسبه، وبيشوفوا واسطه يجيبوا النتيجه من الكنترول ويتتبعوا بعض اللينكات. كل دي امور عصبيه ونفسيه ضاغطه. بل ما هو اسوأ ان في بعض صفحات النصب والتلاعب باحلام الناس على السوشيال ميديا اللي بتدعي ان ممكن يعدل درجات الاولاد، وبنلاقي اولياء الامور داخلين عليها وعاملين لايكات وعاملين متابعه، على الرغم ان الكلام ده بعيد كل البعد عن الواقع وعن المنطق وعن العقل وعن الرقابه وعن كل حاجه. الا ان شوف الدرجه وصلت بينا لحد فين. طبعا. هل ده ما يخلقش ضغط عصبي ونفسي على اولادنا؟ يخلق انهيار عصبي مش ضغط بس يا دكتور. بالظبط يا فندم، علشان كده احنا بنقول ايه؟ ما تجيبوش سيره النتيجه خالص الاسبوع ده، في متحدث رسمي باسم وزاره التربيه والتعليم بيطلع يقول يوم النتيجه الرسمي امتى؟ سي مثلا قال يوم الاحد، احنا نفتح مع اولادنا موضوع النتيجه يوم السبت، ونحاول نخش على بعض اللينكات الرسميه اللي في الدوله، زي مثلا موقع وزاره التربيه والتعليم على المنصه مثلا. مظبوط مظبوط. انما قبل كده ما نجيبش سيره للكلام ده، احنا قبل كده موضوع نقعد مع النتيجه من اولادنا. الكنترول ده يا دكتور اللي حضرتك بتقول عليه، عايز انا جبت النتيجه من الكنترول صحيح وتطلع غلط، يعني مفيش معظم مفيش الناس لان مفيش الكلام ده اصلا. خلاص هو الوزاره عامله سيستم، وسيستم قاسي وتصحيح الكتروني، ومفيش دخل للعنصر البشري الا في حدود ضيقه جدا، وبناء عليه ما تسمعوش لاي حد، ما تخلوش حد يتاجر باحلامكم. كفايه تجار الوهم اللي تلاعبوا بيكوا من دروس خصوصيه ومن ملزمات ومذكرات وبوكليتات، وكل الكلام ده كان كله وهم، والاختبارات كلها جت من اسئله الوزاره اكيد من مش اللي قالوا الناس دي كلها واخدوا فلوسكم على الفاضي. فكفايه لحد كده. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ما نعملش ضغط على اولادنا بالكلام الكتير عن النتيجه، نعيش حياه طبيعيه الاسبوع ده تماما، ويبقى فيها سعاده وبهجه، وناكل لقمه حلوه ونتفرج على التلفزيون، ونحاول ما نسهرش. ليه ما نسهرش؟ علشان لو اتعودنا السهر هنيجي يوم الاختبار هنلاقي الابن سهران طول الليل بيفكر، خايف يجي يوم النتيجه يبقى عنده متلازمه الاجهاد، متوتر، بيبقى ردود افعاله مترتبه ان هو مجهد، فعنده فركشه عقليه، فما يعرفش ياخد قرارات سليمه، وبناء عليه ممكن ما يتحملش الدرجه. ده مهم قوي، ومهم جدا
ما نخوفش اولادنا، لان في بعض السيدات المحترمات انا شفت ده تقول له خد بالك ده ابوك لو انت جبت درجه وحشه مش هيسيبك. فبناء عليه يبقى نعي هم ابوه مش نعي هم الدرجه. فبنشوف حالات هروب من البيوت وحالات اكتئاب. مش عارف يرجع البيت ازاي، يقول لك انا مش عارف اقابل بابا ولا ماما ازاي، مش عارف اقول لهم ايه، ويبقى يقفل تليفونه والاهل يتجننوا ويبقى مش عارفين ايه اللي حصل، بتبقى بقول لحضرتك كارثه، وبيبقى انهيار عصبي فعلا. صحيح. وبناء عليه نبعد خالص عن الزجر، عن التخويف، عن التهديد، عن الوعيد، عن ان انا اقعد احكي بقى قد ايه احنا كلنا الاب والام ما قصروش في حقك وتعبنا وشقينا وورينا نفسك هتعمل ايه. الرسائل السلبيه دي بلاش نقولها لاولادنا، بل بالعكس احنا نديلهم رسائل تنويريه. ايه الرسائل التنويريه؟ والله انتوا عملتم اللي عليكم، اجتهدتوا، احنا لينا اجتهادك، انما النتيجه دي اصلا بتاعه ربنا. وكمان الثانويه العامه دي ما هياش نهايه الطريق، دي البدايه بتاعه الطريق. مزبوط. بمعنى ايه؟ طبعا يعني انا دايما بقول الثانويه العامه مش معيار للنجاح في الحياه، بدليل ان انا اعرف معظم رجال الاعمال الكبار مش في مصر بس، على مستوى العالم، شوف درجتهم كانت في الثانويه العامه درجه بسيطه، ولكن كان عنده ذكاء تجاري قدر يستثمره فبقى من كبار رجال الاعمال. طيب شوفي ناس اعرفها انا شخصيا محافظين ووزراء زي الدكتور عبد المنعم عمارة، كان معاه دروس خدمه اجتماعيه، انما قدر يشتغل على نفسه ويبذل مجهود ويعمل دراسه عليا ويوصل انه يبقى دكتور، فبقى وزير شباب ورياضه، وبقى محافظ بعد كده في الاسماعيليه وهكذا. يعني عاوز اقول ايه؟ ده مش نهايه الطريق. فنفهم ولادنا ايا كان الدرجه احنا ممكن نبني عليها، نبني عليها ان احنا هندخل حاجه تتماشى مع قدراتنا ونتفوق فيها. نبني عليها ان احنا ندخل حاجه تتماشى مع مواهبنا زي التربيه الفنيه على سبيل المثال، او الموسيقى، او التربيه الرياضيه. نعمل حاجه او هندخل حاجه تتماشى مع اتجاهاتنا النفسيه، نخش حاجه علوم انسانيه، حاجه في الرياضيات، في الذكاء الاصطناعي الى اخره. ونفهم ولادنا ان هم اكتر حظ مننا. ازاي اكتر حظ مننا؟ احنا كان زمان حضرتك لحد 7 سنين فاتوا كانت الكليات والجامعات كانت محدوده، فكنا الدرجه دي ما ممكن ما نلاقيش حته ندخلها. دلوقتي بقى في تنوع في الجامعات، تنوع في الكليات، استحداث تخصصات جديده. بقى في جامعات اهليه، بقى في كل حته في كليات، فاتسعت المقاعد الجامعيه. وبناء عليه ايا كان الدرجه اللي هيجيبها ابننا هو مؤهل يخش حته كويسه. طب كويس. يعني بدليل طبعا بدليل تنسيق السنه اللي فاتت على سبيل المثال، لو هنقيس عليه انا اعرف ناس جايبه 72% ودخلت كليه صيدله. يعني ما اخذوش لما دخلوا في الجامعات الاهليه واخدت 72%. يعني طب بقول كده ليه؟ لان في ناس بتجيب 80% وتبقى زعلانه وتبقى محبطه وتبقى حزينه لان مش عارفه. فاحنا بنشاور لها ايا كان سيادتك الدرجه بتاعتك انت مؤهل انك تخش فيها جامعه، دي الكرسي في المقاعد الجامعيه، ما تقلقش خالص من الكلام ده كله، اهم حاجه نتقبل النتيجه ايا كان دوافعها. وبنقول لاولادنا برضو خلي بالكم من العقل الجمعي. يعني ايه العقل الجمعي؟ انا ساعات ابقى داخل شايف النتيجه بتاعتي 70% بس شايف الناس كلها منهاره وبتعيط وحزينه، وواحد بيضرب ما اعرفش الازاز بتاع النتيجه بايده وتعور، انا ابتدي كمان يجي لي عدوى المشاعر، فابتدي اكتئب وازعل واحزن واعيط وابقى مش مبسوط. أيوة. لا، مالكش دعوه بالعقل الجمعي، انت سعادتك ليك بالدرجه بتاعتك وبس. ايا كانت الدرجه تحمد ربنا عليها وحتى لو قليله طيب ادافع ليك تطير دوافعك الداخليه اللي انت تزود من نفسك وتعلي من نفسك وتجود في المكان اللي هتدخله في مرحله ما بعد الثانويه العامه عشان تبقى ذات شان في يوم من الايام. تمام. طيب دكتور انا برضو عايز اسال على حاجه، انه في بعض الطلبه بقى اللي هم بيجيبوا مجاميع كبيره ومجاميع حلوه بس اهلهم بيكونوا مصممين على دخول كليه معينه، انت لازم تخش طب، انت لازم تخش هندسه، انت لازم تخش صيدله، انت الحاجات اللي هي بتبقى مفروضه على الولاد، ازاي الطالب نفسه يقنع اهله بالحاجه اللي بيحبها وان هو مش عايز يدرس الحاجه دي؟ بص حضرتك من اكبر الكبائر في العمليه التربويه التربيه بالوكاله. يعني ايه التربيه بالوكاله؟ ان انا معتقد ان ابني ده وكيل لتحقيق احلامي، كان نفسي ابقى دكتور وما بقتش، عاوز ابني هو اللي يبقى دكتور. حقق لي حلمي يا ابني. طبعا. او انا كان نفسي مثلا ادخل حته معينه ما دخلتهاش فعاوز ابني هو اللي يعمل ده. او التربيه الموروثه، يعني ايه؟ انا راجل صيدلي وخايف اموت والصيدليه تروح مني فعاوز ابني يبقى صيدلي. بالظبط. احترم قدرات ابنك.
احترم الذاتيه بتاعته، احترم الفروق الفرديه، احترم حقه في الحياه. يعني لازم تخلي ابنك يمارس حياته وفق ميوله واتجاهاته ورؤيته وافكاره ومشاعره، وخليه يطلع منتج جديد. يعني احنا خلفنا اولادنا لزمن غير زماننا، زمن دلوقتي بقى متطور، بقى فيه ذكاء اصطناعي، بقى فيه امن سرياني، بقى فيه او سبرالي، بقى فيه كليات الزهور والنباتات الطبيه، بقى فيه الاعلام الافريقي. الدنيا اختلفت، الدنيا اختلفت وبقت متطوره. لا ده في الفكر يا دكتور بتاع العيله كلها دكاتره، انت هتطلع ايه؟ العيله كلها مهندسين، انت فاكره نفسك عايزه تعملي ايه؟ يعني وفي ناس بقى بتستخسر المجموع الكبير، يقول لك حرام يا ابني ده انت جايب 99% وانت عايز تروح تخش مش عارف ايه. فبيبقى في حاجات بتبقى زي كده، الواحد يعني الاهالي بيحاولوا ياثروا على دماغ ولادهم بكل الطرق، بس برضو الطالب بيبقى اولا لقله خبرته يا دكتور ما بيبقاش عارف يتناقش في الموضوع ده، ثانيا بيبقى برضو حاسس ان ده ممكن يكون نوع من انواع البر، فبيضطر يدرس حاجه هو كارهها. لا يا ابني بر نفسك، انا احنا اهالينا، انا اللي بيكلم حضرتك ده خلاص ابوه توفى، يعني خلاص توفى، انما انا موجود. فالبر الحقيقي ليه ان انا ادعي له ان انا اعمل له حاجه كويسه، مش انا اعبث بمستقبلي. أيوة. العبث بالمستقبل ده مش بر اطلاقا. وبعدين اي حد بيسمعنا، ابنك لو جايب 99% وعاوز يخش كليه هو حاببها بمجموع 80%، دخلها له وهو داخل هيبقى اعلى من اقرانه، يعني بالزبط. قدراته الفرديه اعلى، شوف هيحقق ايه بالظبط. صح طبعا. هيتميز، هيتفوق، هيقود، هيبقى معيد، عضو هيئه تدريس، رئيس جامعه، محافظ، وزير. بالعكس، يعني انا لما ادخل ابني في كليه الدرجه بتاعتها ادنى من الدرجه اللي هو حصل عليها، ده انا بديله اوبشن التميز واوبشن التفوق، ويعني ده مهم قوي. وما نتضايقش من ده وما نزعلش من ده. شوف ابنك حابب ايه ودخله له وفق ميوله واتجاهاته، واثقله بالتجربه وبالنصح وبالارشاد، انها ما تفرضش عليه اي حاجه. يا ريت والله يا دكتور، اتمنى ان كل الاهالي يسمعوا الكلام بتاع حضرتك ده، لانه فعلا هيفرق كتير جدا جدا حتى في الاجيال اللي طالعه. لما كل واحد يدرس الحاجه اللي بيحبها ويطلع يشتغل فيها، يبقى خلاص كده الناس هتطلع احسن شغل في الدنيا، والدنيا والحياه والمجتمع هيبقى في حته تانية خالص، ما دام الواحد بيدرس الحاجه اللي كارهها ومجبر عليها ومضغوط فيها، وبيعمل الشغلانه اي كلام علشان بس هي شغلانه وخلاص، او عشان يرضي اهله وخلاص. حقيقة أنا بشكرك جدا جدا دكتور وليد هندي على الحاجات اللي حضرتك قلتها لنا والنصايح اللي حضرتك قلتها لنا لينا وللآباء وللأمهات وللطلبة كمان. الثانوية العامة مش نهاية الدنيا، دي بدايتها، بدايتها ما توفقناش فيها قوي عادي، هتعدي وهتبقى كويس في الحاجة اللي انت بتحبها. دايما لازم تكونوا انتوا كطلبه كده، انتوا كشباب، شوف كل واحد فيكم بيحب ايه، شوفي انت نفسك في ايه، بتحبي ايه، شغفك في ايه، لان الحكايه مش حكايه درجات وارقام ولم مجموع والسلام. الحكايه حكايه انت بعد كده لما هتكبري هتبقي بتعملي، او انت لما هتكبر هتبقى بتعمل حاجه اللي بتحبها ولا لا، تبقى شاطر فيها ومتميز فيها ولا لا. فخليكوا على موقفكم، ما تزعلوش، الدنيا ما بتنتهيش عند الثانويه العامه. وارجوكوا يا اهالي، الكلام السلبي بقى بتاع شوف جارك جاب كام وهو اصلا هو احنا ده اهله ما بيعملولوش نص اللي احنا بنعمله لك، شوف ابن خالتك، شوف اخوك الكبير، شوف مش عارف ايه، الحاجات دي كلها بعد كده بتدمر نفسيه عيالنا وبتخليهم يقدموا على افعال مش كويسه وممكن ينهوا حياتهم. فاحنا ونرجع بعد كده نعيط عليهم وليه ومش ليه وكان لسه قدامه العمر. هنحاول ان احنا اللي من عندنا من البدايه نبقى مش ضاغطين عليهم بالطريقه دي، نأمل بأي نتيجه ايا كانت ايه هي، ونطلب من ربنا ان هو يعوضنا بالخير ويخلينا نشوف عيالنا في احسن حال باذن الله. اتمنى بقى النجاح لكل طلبه الثانويه العامه، ومحدش يبقى زعلان خالص خالص السنه دي.